أهلا بحضراتكم، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة، والبداية اليوم مع إيمان حويزي. إيمان أرحب بك. شكرا لك نانسي، ومشاهدينا الكرام أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم غد الأحد، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية. تواصل الدولة بكل مؤسساتها العمل على مواجهة تداعيات هطول الأمطار بكميات كبيرة، كما تستمر حالة التأهب بإدارات المرور وشركات المياه والصرف الصحي والمستشفيات وأجهزة الإسعاف ومراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية للتعامل الفوري مع الأزمة ومع أي حالة طارئة. أجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مجموعة من الاتصالات مع عدد من المحافظين للاطمئنان على جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لعمليات شفط تراكمات مياه الأمطار التي شهدتها البلاد على مدار الأيام الماضية. وأشاد وزير التنمية المحلية خلال اتصالاته بالجهود التي قام بها كافة العاملين بالأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية بالتعاون مع العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي وباقي القطاعات الحيوية والخدمية بالمحافظات وعلى رأسها القوات المسلحة والشرطة. كما طلب شعراوي السادة المحافظين بمواصلة بذل كافة الجهود الممكنة للانتهاء من التعامل مع آثار وتداعيات مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظات. حضرت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج قداس الجنازة لضحايا منطقة الزرايب، حيث قدمت التعازي لأسر الضحايا نيابة عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. وأكدت الوزيرة وقوف الدولة إلى جوار أسر الضحايا وتوفير كافة أوجه الدعم لهم. كانت الوزيرة قد قامت بزيارة لمنطقة الزرايب وتفقدت الخسائر التي لحقت بالمنطقة، وعقدت جلسة مع الأهالي بتكليف من رئيس الوزراء. لنا قلب واحد وهدفنا واحد، والهدف لما جئنا اولا ان احنا نشارككم هذا الحزن، ولكن مش الحزن فقط، احنا عايزين نعمل في غد افضل وتأمين يليق بحضراتكم وبتأمينكم جميعا. الاعانه العاجله اللي تمت امبارح دي اللي كانت لاسر مضافين في اسرع وقت، لكن احنا نعدكم ان كل الاسر المضاره ان شاء الله بالتنسيق مع ابونا هنحصرها، وكل الاسر هيتم تعويضها، مفيش اي مشكله في الموارد الماديه، هي ارخص حاجه تقدم لحضراتكم، ولكن احنا عايزين الفتره اللي جايه نفكر اكتر ونعمل سويا كجهات حكوميه، كمجتمع مدني، كمؤسسات دينيه، كقطاع خاص، عشان نوفر لحضراتكم سكن يليق بيكم، سكن امن كريم وفرص للتشغيل، وان شاء الله بنفس الانشطه بتاعتكم تكون مطوره. هذا وقامت وزارة الداخلية بتوزيع مساعدات عينية على المضارين جراء سوء الأحوال الجوية في منطقة عزبة الزرايب في 15 من مايو. Thank you.
هذا وأعلنت وزارة الداخلية استمرار الوجود الأمني المكثف على مستوى الجمهورية لاحتواء آثار موجة الطقس السيء. للوقوف أكثر على حالة الطقس والحالة المرورية في العديد من مناطق ومحافظات الجمهورية، ينضم إلينا الآن إبراهيم عزت مراسل أكسترا نيوز من محافظة الفيوم. إبراهيم، أرحب بك من جديد معنا في هذه النشرة، والمستجدات لديك. ما زلت هنا في محافظة الفيوم، هذه المحافظة التي باتت أكثر هدوءا واستقرارا منذ الصباح من حيث حالة الطقس. هناك جولات تفقدية يقوم بها السيد المحافظ ونائب المحافظ للوقوف على آخر المستجدات، وأيضا لتقديم الدعم للأسر ربما التي تضررت من المياه والكثافة من الأمطار التي تعرضت إليها الفيوم بالطبع والمحافظات المصرية. معي الآن مباشرة على الهواء مشاهدينا الكرام الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم. دكتور، برحب بحضرتك بداية على شاشة إكسترا نيوز. مجهودات مشتركة بالتأكيد ما بين الجهات والوزارات المعنية، حضراتكم هنا في الفيوم مع وزارة التنمية المحلية وعن طريق غرفة العمليات مع السيد رئيس الوزراء. كيف مرت هذه الأزمة بسلام هنا في محافظة الفيوم، وماذا عن تكاتف الجهات هنا في الفيوم لعبور هذه الأزمة؟ أهلا وسهلا بحضرتك. يمكن إحنا الأمطار بدأت عندنا هنا في محافظة الفيوم مساء يوم الأربع اللي عدى. في بعض الإجراءات الاحترازية اللي بدأنا بيها هنا في المحافظة كان تعليمات معالي المحافظ جاهزية المستشفيات وجاهزية المواد التموينية، وتم صرف بعض السلع التموينية للمخابز من بداية من يوم الأربع حتى السبت النهاردة. في غرفة عمليات ممثلة من جميع الجهات هنا في المحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة، بنستقبل كل شكاوى المواطنين وبنحاول نتعامل بشكل فوري مع جميع الشكاوى وفقا للأولويات. في ربط مباشر مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة وزارة التنمية المحلية. السيد رئيس الوزراء كان معانا امبارح على مدار اليوم وأول امبارح. عندنا هنا الأمور مشيت بسلام النهاردة، في يعني تم شفط أغلب التجمعات المية اللي موجودة هنا في مدينة الفيوم. مش باقي عندنا غير مشكلتين بساط في قرية عزبة خلف وعزبة عبد العظيم في مدينة سنورس وقرية النزلة في يوسف الصديق. كنا في جولة تفقدية من شوية مع معالي المحافظ في قرية النزلة، وبنجهز دلوقتي مكان في مركز شباب قريب من منطقة النزلة يعني على بعد 100 متر لاستقبال المتضررين من تجمعات الأمطار في منازلهم. في تنسيق كامل ما بين مديرية التضامن ومديرية التموين والمجالس المحلية على مستوى المحافظة والأهالي، يعني كلنا مع بعض بنحاول ان احنا نتخطى الأزمة وإن شاء الله الأمور تمر بسلام. كان قرار السيد رئيس الجمهورية بمنح أو تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين، ده هيساعدنا في رفع كفاءة الشوارع والأماكن المتضررة من الأمطار. صحيح.
صحيح هذا الخبر الذي يعني ظهر قبل قليل بصورة عاجلة، تسمح لي دكتور بالعودة مرة أخرى مش بس للعبور من هذه الأزمة ولكن متابعة مستمرة للأسر التي تضررت من المياه الكثيرة التي يعني سقطت في هذه المناطق، لو اتكلمنا عموما على الدعم المقدم ليهم دكتور وخلال الفترة اللي جاية أو عفوا الفترة السابقة تم يعني قطع الكهرباء والمياه من بعض المناطق في الجمهورية كلها مش بس في الفيوم، هل هذه النقطة ما زالت متعلقة ببعض القرى والمدن هنا في الفيوم أم كل المحافظة عادت إليها الكهرباء مجددا؟ هو الكهرباء في بعض المناطق يعني في إشكالية، بنحاول تباعا وفقا برضو للأولويات وللضرورة، في بعض المناطق البسيطة اللي لم يتم توصيل الكهرباء ليها إن شاء الله يعني خلال الساعات القادمة هيكون المشكلة اتحلت. بالنسبة لمشكلة المية، احنا المدينة بالكامل ومدنها المية موجودة ما عدا في عقار في نهر النيل، فده مؤثر علينا في مركز ومدينة طامية وفي المنطقة الصناعية في كوموشيم وفي ثلاث قرى في النصرية والصلحية وسيلة وتوابعهم هنا في مركز الفيوم وقرية منشيت الجمال وبني عتمان في سنورس. بشكر حضرتك شكرا جزيلا وبالتأكيد بتمنى لحضراتكم كل التوفيق. شكرا دكتور. شكرا يا فندم، متشكرين. إذن مشاهدينا الكرام من هنا من ديوان عام محافظة الفيوم، وكما تابعنا بحسب التصريح الذي جاء على لسان الدكتور محمد عماد القرار الأخير الذي اتخذه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاجتماع مع دولة الرئيس الدكتور مصطفى مدبولي بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين، أيضا سيخدم هذه المحافظات كما أشار ضيفنا العزيز في إزالة كافة المشاكل السلبية التي تعرضت إليها المنشآت ربما التعليمية والمدرسية من هذه الموجة القاسية. والآن الكلمة تعود مرة أخرى إلى زميلتي إيمان الحويزي بالاستوديو. شكرا جزيلا لك إبراهيم على كل ما أوردته لنا من تفاصيل. إبراهيم عزة مراسل أكسترا نيوز من الفيوم. أكد خالد العناني وزير السياحة والأثار عدم تأثر مبنى قصر البارون إبان بمصر الجديدة بأية أضرار نتيجة للطقس السيء الذي تعرضت له البلاد خلال اليومين الماضيين. وخلال تفقده قصر البارون إبان اطمأن وزير السياحة والأثار على الأعمال النهائية لترميم القصر. وتفقد العناني أيضا منطقتي القاهرة التاريخية والأهرامات. أنا جاي عشان أشوف الصورة اللي انتشرت اللي هي بتاعت المياه، أنا كنت طبعا على تواصل مع زميلتي وزملائي بشكل مستمر، وبعد كده هنبص على الهرم التاني، وجيت كمان عشان أشوف المطعم اللي بيتعمل الموجود جديد اللي هو معمول كله من الخشب والبلاستيك عشان نشوف إزاي ممكن الناس إن شاء الله تقدر سواء مصريين أو أجانب يبدأوا إنهم يجوا يقضوا وقت في المنظر الرائع اللي إحنا شايفينه. وينضم إلينا الآن من محافظة الغربية كريم رجب مراسل إكسترا نيوز لإطلاعنا على الأوضاع بالمحافظة، إليك كريم. نعم نانسي، يعني نحن نتابع هنا مع الفريق التابع لمحافظة الغربية هنا في غرفة العمليات، ويرأس هذه الغرفة محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، وسيكون معنا في هذا اللقاء حتى يطلعنا على آخر المستجدات ميدانيا وما يحدث من عمليات إثارة إزالة لأثار موجة الطقس السيء. معي في هذا اللقاء دكتور طارق، بنرحب بحضرتك يا فندم، وما هي آخر المستجدات على الأرض بالنسبة للفرق التي تقوم برفع اثار موجه الطقس السيء؟ في الحقيقه بطمن الناس كلها على محافظه الغربيه، كل الطرق بتعمل بكفاءه، الانفاق بتعمل بكفاءه، هناك بعض بلاغات لتجمعات مياه حوالي 51 بلاغ بنتعامل معاها. اللي كان يهمنا قوي هو المدارس، عندنا 106 بلاغ لبعض المدارس، حوالي 80 مدرسه رفعنا منها المياه ومتبقي عدد قليل. طبعا بنشيد بقرار السيد رئيس الجمهوريه بتعطيل الدراسه، ده هيدينا فرصه اكبر كمان لمعاينه المدارس بشكل اكبر حرصا على سلامه الطلاب. لما احنا ان شاء الله على اخر اليوم هكون جميع المدارس جاهزه باذن الله، ونعيد كمان مره ثانيه دراسه الامر داخل الابنيه نفسها بتاعه المدارس. هناك تصدع في بيتين في الصنطه وثلاث منازل في طنطا، وتم التعامل معاهم، ومعانا مندوب من التضامن الاجتماعي بيقوم باتخاذ اللازم ودراسه الحالات اللي بنحتاج ان احنا نوديه لمساكن ايواء، بنوديه مساكن ايواء او صرف المساعدات الماليه.
بس خليني اقول لحضرتك ان معظم المنازل اللي تم التصدع فيها معظمها منازل قديمه وغير مأهولة بالسكان، وبالتالي ما فيش اي ضرر على حد. الحمد لله لا توجد وفيات على مدار الثلاث ايام كلهم. الثلاث ايام كلهم كان في اربع اصابات، ثلاثه دخلوا المستشفى وتم علاجهم وخروجهم، ولا زال في حاله موجوده داخل المستشفى الى الان. ماذا عن الخدمات الأخرى كالكهرباء والمياه؟ هل هناك انقطاع في أي من المناطق أم جميع المناطق تعمل بكامل طاقة؟ طبعا ساعة الموجة الشديدة اللي كانت من مساء الخميس لصباح الجمعة كان في طبعا قطع للكهرباء، وكان في قطع للمية، وكان قطع المية من خلالنا احنا علشان نقلل المنسوب بتاع المية اللي موجودة في شبكات الصرف. انما من قبل صلاة الجمعة عادت الحياة الى طبيعتها، وكل كهرباء موجودة متوفرة، ايضا المية موجودة، الا في حالات بعض الماس اللي بتحصل، ودي حالات قليلة جدا على مستوى المراكز والمحافظات النهاردة، يعني حوالي 8 بلاغات للكهرباء فقط، وبيتم التعامل معه وتعود التيار مرة أخرى لطبيعته. ماذا عن المنافذ التموينية وأيضا المخابز؟ هل كان هناك توقف أم كانت تعمل بكامل طاقتها أيضا خلال هذا اليوم؟ والله على مدار الثلاث أيام ما فيش توقف خالص إلا في مخبزين كانوا في طنطا، وده نتيجة لدخول المية إلى المخبزين، وعادت الحياة إلى طبيعتها مرة تانية والعمل داخل المخبزين. بالنسبة لإزالة أثار المياه في الطرق التي تصل كافة المدن والمراكز داخل المحافظة الغربية، نقدر نقول بنسبة كم في المية تم التأمين فيها؟ الطرق الرئيسية كلها تم إزالة المياه منها، وده من أول يوم كنا حريصين إن أول بأول عشان ما يحصلش أي توقف للحركة المرورية. حضرتك عارف طنطا في منتصف الدلتا ومكان لمرور المسافرين من كل محافظات الدلتا، وبالتالي جميع الطرق السريعة لم تتوقف دقيقة، جميع الأنفاق برضو لم تتوقف إلا نفقين موجودين في طنطا تم التعامل معهم، توقفوا لمدة حوالي نص ساعة وتم عودتهم للعمل مرة تانية. الطرق الرئيسية داخل المدن الثمانية تعمل بكفاءة جدا، رفعنا بعض تراكمات المياه. احنا دلوقتي همنا ان احنا بنرفع المياه من داخل القرى ومن داخل المدارس، انما جميع المدن الحالة الى حد كبير جدا مطمئنة وطبيعية، وفي سيولة في المرور داخل الطرق. أشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق رحمي محافظ الغربية، شكرا جزيلا لحضرتك. إذا هذه التفاصيل المشهد هنا داخل محافظة الغربية، وأعود إليكم مجددا في الأستوديو. أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معي مراسل إكسترا نيوز كريم رجب، شكرا جزيلا لك. قال وزير الزراعة السيد القصير في تصريحات لإكسترا نيوز إن الوزارة شكلت غرفة عمليات لإدارة الطقس السيء لتوفير الدعم للمزارعين. كان في متابعة يعني وثيقة بهذا الأمر، ورصدنا كل الإجراءات اللي يجب أن احنا نتخذها، وشكلنا غرفة عمليات في إطار هذه الأزمة لمواجهتها، شملت كل مديري مديريات الزراعة في كل المحافظات. كان في تواصل مستمر مع زملائنا هنا رؤساء القطاعات وبرئاسة هذه اللجنة، وكنا بنتابع على مدار الساعة لحظيا الإجراءات والأثار السلبية اللي ممكن يتعرض لها المزارعين والمربين، وكانت هناك توجيهات بأن احنا نوفر لهم كل الدعم والإجراءات والاحتياطات اللي يجب أنهم ياخدوها. حتى امبارح أصدرنا تعليمات لجهاز تحسين الأراضي وقطاع الزراعات الآلية وكمان المديريات أنهم يضعوا تحت خدمة الفلاح والمربي والمزارع كل الأجهزة والآلات والمعدات اللي موجودة في المحافظات اللي موجودة في القطاعات المختلفة بدون مقابل، لاستخدامها في علاج أي أثار سلبية تعرضت لها هذه الفئات. عادت الحياة إلى طبيعتها في محافظة الإسكندرية بعد موجة الطقس السيء التي شهدتها المحافظة، وشهد ميناء الإسكندرية نشاطا في حركة السفن، حيث تعمل إدارة الحركة والخدمات البحرية بكامل طاقتيهما في دخول وخروج السفن الجاهزة، كما بدأت أعمال الشحن والتفريغ ودخول وخروج الشاحنات والبضائع تعود إلى معدلاتها الطبيعية، حيث يجرى العمل على عدد 40 سفينة بالأرصفة والمخطاف الداخلي. تواصل أحياء محافظة بورسعيد العمل على إزالة تجمعات مياه الأمطار الناتجة عن موجة الطقس السيء، ويترأس المحافظ عادل الغضبان غرفة عمليات المحافظة التي تعمل على مدار 24 ساعة. هذا وتشهد المحافظة اليوم حالة من الطقس المعتدل وانتظام عمليات الشحن والتفريغ بموانئ بورسعيد.
أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم الانتهاء من شفط تجمعات المياه بالشوارع الرئيسية بمدن المحافظة جراء موجة الطقس السيء التي شهدتها المحافظة. جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها محافظ القليوبية اليوم بالشوارع والميادين لمتابعة عمليات شفط تجمعات المياه من الطرق بعدد من مدن المحافظة ومتابعة اليوم الثالث من أحوال الطقس، حيث أكد الهجان أيضا أن جميع الطرق والمحاور المرورية بالمحافظة تعمل بانتظام وبشكل جيد، مشيرا إلى أنه لم يتم إغلاق أي طريق أو محور مروري بالمحافظة طوال أيام موجة الطقس السيء. الحمد لله بفضل ربنا وبفضل الأجهزة التنفيذية والتنسيق اللي تم بين المحافظة ما بين الشرطة الحماية المدنية ما بين المديريات الخدمية المختلفة سواء التضامن التموين الصحة كل المسؤولين الحقيقة بالمحافظة، كان في تعاون غير عادي فعلا مع شركة المياه والصرف الصحي سواء شركة القليوبية أو شركات القاهرة للمياه والصرف الصحي في الجزء الجنوبي من المحافظة. كل ده الحقيقة الحمد لله ساعد كتير إن احنا ما يبقاش فيه تجمعات تم الانتهاء منها. المعدات الحقيقة كانت الحمد لله برضو بتاعت شركات المياه وبتاعت المحافظة، كان فيه تنسيق كان فيه توزيع جيد على المواقع المختلفة اللي بتوجد فيها بؤر المياه، ودي يمكن برضو جات لنا من الخبرات السابقة في أماكن التجمعات وكنا جاهزين فعلا إن احنا نتعامل مع هذه التجمعات. طبعا بالنسبة للطرق الرئيسية عندنا زي الطريق الزراعي زي طريق شبر بنها الحر زي الطريق الدائري الطريق الإقليمي، الحمد لله تم الانتهاء يمكن النهاردة بفضل الله برضو من التجمعات كلها تم شفطها. من جانبه أشار محافظ السويس عبد المجيد صقر إلى أن أجهزة المحافظة وضعت خطة دقيقة لمواجهة الطقس السيء. الشكل العام للأمطار هنا كان نقدر نقول إن السويس نالها النصيب الأكتر أو الأكبر من حجم المياه الأمطار المتساقطة على جمهورية مصر العربية خلال الفترة اللي فاتت، واحنا حتى موعودين كل سنه زي ما بيقولوا بكميه الامطار الغزيره اللي بتنزل عندنا على سلاسل جبال البحر الاحمر وجبل عتاقه اللي بتؤدي لاحداث موجات سيول كل سنه تقريبا في نفس المناطق او في مناطق اخرى مش متساويه. يعني السنه دي ربنا ادانا كميه مياه اكتر فالحمد لله رب العالمين. احنا كان عندنا بدون ما نفخم في الموضوع وبدون ما نزود فيه، احنا بنقول كنا عاملين اعداد كويس وكنا عاملين تجهيز للمعدات كويس ومفتشين على المعدات كويس، مش معدات التنمية المحلية والمحافظة بس، لا بالعكس ده معدات الشركات بتاعة البترول اللي موجودة عندنا هنا، معدات بعض رجال الأعمال اللي موجودين في سواء في مجال المقاولات أو غيره، معدات الصرف الصحي، كل المعدات بالكامل ما سبناش معدة موجودة على الأرض إلا لما كنا مفتشين عليها. صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة وتعمل بصورة طبيعية رغم سوء الأحوال الجوية، وأوضح ربيع أن قناة السويس شهدت خلال اليوم والأمس عبور 115 سفينة من الاتجاهين دون انتظار بإجمالي حمولات كلية يقدر ب 8 ملايين طن، واعتبر أن انتظام حركة الملاحة بالقناة وعدم توقفها خلال فترة الطقس السيء يعد بمثابة شهادة ثقة في قدرة الهيئة على إدارة المجرى الملاحي في أصعب الظروف المناخية. تفقد محافظ الفيوم أحمد الأنصاري عددا من الشوارع والميادين بمدينة الفيوم للوقوف على أعمال رفع تجمعات المياه وحالة الطرق والسيول المرورية، ووجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بزيادة عدد سيارات كسح المياه وسرعة الانتهاء من كسح أي تجمعات للمياه بالطرق، وكذلك توجيه إدارة المرور بالوجود الميداني بأماكن التجمعات وتيسير الحركة المرورية. في بعض الأماكن الحمد لله رجعت لكامل طاقتها في العمل، مستمرين على المتابعة في كل مكان من أماكن المحافظة. يعني خلال الأيام اللي فاتت أنا مريت على كل المدن المحافظة وكافة الأماكن اللي كانت متأثرة بالطقس السيء. حاليا احنا بنرفع الآثار السلبية اللي موجودة في بعض المناطق اللي بسببها بعض الإعاقات المرورية. طبعا استمرار الأجازة اللي موجودة يعني والمتابعة اليومية مع معالي رئيس الوزراء والسيد وزير التربية المحلية ادانا الصلاحية ان احنا نقدر نمنع النهاردة المدارس والجامعات من الدراسة، هتسهل كتير قوي في تحرك أجهزة السلامة العامة انها تقدر تشتغل وتقوم بدورها.
أعلن أيمن مختار محافظ الدقهلية انتظام حركة المرور بنطاق المحافظة دون رصد أي معوقات مرورية على الطرق الرئيسية، وأشار محافظ الدقهلية إلى انتشار الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة على جميع الطرق، فضلا على توفير كميات كبيرة من السلع التموينية وانتظام محطات الوقود بالمحافظة. الحمد لله كل الخدمات المقدمة للمواطنين سواء من ناحية الصحة أو من ناحية التموين، سواء من ناحية المخابز أو السلع، وكمان حالة المرور الحمد لله الدنيا كلها ماشية تمام. المواطنين حاسين بالتغير الملحوظ في الطقس، والشمس الحمد لله ساطعة النهاردة، وكل الخدمات الحمد لله تقدم بسهولة ويسر. أماكن تجمعات المياه اللي كانت موجودة من امبارح وأول، كل الحماية المدنية مع الوحدات المحلية مع شركة المياه والشرب والصرف الصحي شغالين على نزح هذه التراكمات، والحمد لله تقريبا بنسبة 95% أو أكتر كل الشوارع عندنا في محافظة أهلية تقريبا ما فيهاش حاجة، ورجعت يعني زي الأول وأحسن الحمد لله يا فندم. أنهت محافظة الإسماعيلية ما يقرب من 65% من أعمال سحب المياه المتراكمة نتيجة سقوط الأمطار على مدار اليومين، وأوضح اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية أن أجهزة المحافظة نجحت في احتواء أثار موجة الطقس السيء، حيث تم الانتهاء من رفع المياه بعدد من الميادين والشوارع الرئيسية بالإضافة إلى المناطق السكنية، وأوضح أنه جاري العمل على مدار الساعة للانتهاء من كافة الأعمال خلال اليوم، بحيث تصبح الإسماعيلية خالية من تجمعات للمياه. النهارده الحقيقه الجو لحد ما بدا في الاستقرار، واحنا طبعا بنستعيد الكفاءه بالنسبه لشبكات الكهرباء، شبكات المياه والصرف الصحي، سحب المتبقيات من تراكمات المياه اللي في بعض الاماكن. يمكن النسبة وصلت تقريبا في حدود 70% حتى الآن، ما زلنا مستمرين لحد ما ننهي الموضوع بالكامل. مستمرين برضو في التعامل مع الأسر اللي هي تضررت ونقلناها في مركز تدريب المتدربين أو نزل الشباب والرياضة، بنستمر في دعمهم لحد ما نرفع كفاءة المنازل بتاعتهم إن شاء الله ويرجعوا أماكنهم بالسلامة. شهدت محافظة مطروح استقرارا في حالة الطقس، واستمرت غرفة العمليات بديوان عام محافظة مطروح في عملها لمتابعة مراكز المدن واستقبال أي شكاوى من المواطنين. هذا واستمر عمال شركة الشرب والصرف الصحي في إزالة مياه الأمطار من الشوارع والميادين لتيسير الحركة المرورية وحركة سير المواطنين. تابع محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الإجراءات التي تتخذها المحافظة للتعامل مع كميات المياه التي تتدفق من مخر سيول سنور، وأشار غنيم لأكسترا نيوز إلى أن السيول بدأت في الانخفاض منوها باستمرار عمل شفط المياه فضلا عن توافر مياه الشرب والسولار. جالنا اختارات من وزارة الري بان في ارتفاع في منسوب الامطار اللي موجود في البحر الاحمر، مما هيؤدي ان احنا هيبقى في نقدر نقول ضغط على مخرات السيول عندنا، وبالاساس مخر السيول في صنور. فاحنا كنا متواجدين بالفعل الحمد لله امبارح من بدري، وكنا مستعدين، ابتدينا ان احنا نخلي القرى اللي كان ممكن انها تتعرض للسيول، وبالفعل تعرضت قرية صنور القديمة لبعض المياه بارتفاع حوالي 20 سنتي، ولكن احنا الحمد لله كنا اخليناها من قبلها، والحمد لله كل الناس دلوقتي مستقرة، وكل الناس باتت في اماكن مغلقة، وكانوا الحمد لله كل حاجة متوفرة لهم. بنوفر دلوقتي زي ما قلنا المياه الشرب، بنوفر السولار عشان يقدروا يخبزوا مع الدقيق، بنوفر لهم حتى الوحدة الصحية دلوقتي الدكتور موجود وشغالة، فالحمد لله الوضع مستقر الحمد لله. تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مخر سيل أولاد يونس الصناعي بمركز مطاي، حيث اطمأن من جاهزيته واستعداده لمواجهة تداعيات أي أمطار أو سيول محتملة. هذا وجه المحافظ وكيل وزارة الري بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والعمل على إزالة أي عوائق، والاهتمام بتطهير ونظافة كافة مخرات السيول لضمان سريان المياه من بدايتها وحتى مكان الصرف النهائي.
وأكد المحافظ أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة خلال تلك الفترة، حيث تم إخطار رؤساء المدن وكافة الأجهزة المختصة لرفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة. صرح نائب محافظ الغربية أحمد عطا بأنه تم العمل على إزالة تراكمات المياه على الطرق الرئيسية، مضيفا لأكسترا نيوز أنه تم توفير مساكن بديلة للمضارين من موجة الطقس. من امبارح مع توقف الأمطار في الغربية تقريبا من المغرب ابتدينا بقى من محاولات ان احنا كنا بس بنرفع اثار الامطار اللي هي كانت موجوده في وقتها، ان احنا بقى بنزيل تماما كل اماكن الامطار اللي كانت موجوده وكل التجمعات. ابتدينا الاول بالمناطق داخل المدن، من النهارده صباحا تقريبا داخل المدن كلها بقت في الشوارع الرئيسيه الحمد لله ما عادش فيها امطار، شغل متواصل طول الليل امبارح، واحنا شغالين دلوقتي بقى على الاماكن الموجوده ما بين المدن وبعضها، واحنا ننتقل بعد كده للاماكن الموجوده داخل القرى عشان باذن الله يمكن في خلال بكثير قوي يوم او اثنين تكون كل مناطق الغربيه الحمد لله رجعت لحالتها الطبيعيه. أمر النائب العام بحبس 4 متهمين وهم كبير فني ومراقب ببرج مراقبة النجيلي ومشرف ومراقب ببرج مراقبة إمبابة 4 أيام على ذمة التحقيقات في حادث اصطدام قطارين بمنطقة رود الفرج. كانت النيابة العامة استكملت تحقيقاتها في الواقع بسؤال المصابين وعددا من الشهود والمعنيين بالهيئة القومية لسكة حديد مصر وقائدي القطارين ومساعديهما. وطلعت النيابة العامة دفاتر برجي مراقبة إمبابة والنجيلي وأذون مرور القطارين بهما، واستجوبت مسؤولي البرجين والمتهمين الأربعة المذكورين. أكدت وزارة الصحة السعودية أن المملكة اتخذت إجراءات فورية لمنع انتشار فيروس كورونا، وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 86 إصابة بفيروس كورونا معظمهم بحالة مستقرة، مشيرة إلى أن قرار تعليق العمرة أسهم في حماية الناس ومن انتشار الفيروس. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات عن تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى كل من لبنان، تركيا، سوريا والعراق اعتبارا من 17 من مارس الجاري. وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات يأتي استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية لكافة الجهات المعنية على المستوى الوطني والمحلي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. كشفت الحكومة الأردنية عن مجموعة إجراءات وقرارات جديدة للتعامل مع فيروس كورونا، وأشارت عمان إلى أنها قررت تعليق الدراسة مع تبني خطة للتعليم عن بعد وتعليق حركة السفر مع عدد من الدول باستثناء حركة الشحن للبعثات اللادبلوماسية، كما قررت الحكومة الأردنية وقف جميع الفعاليات والتجمعات العامة. أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية تسجيل 17 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، وأشارت الوزارة إلى أن الحالات الجديدة ترتبط بالحالات التي تم اكتشافها سابقا ممن هم في الحجر الصحي، ووصل إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في قطر إلى 337 حالة. أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في ولاية البليدة، وأشار بيان للوزارة عن تسجيل 10 حالات مؤكدة بالإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد المصابين في الجزائر إلى 37 حالة منها 3 وفيات. أعلنت دائرة الصحة في وسط جنوبي العراق عن تسجيل أول حالة وفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة. هذا وذكر المصدر أن حالة الوفاة تعود لرجل اكتشفت إصابته بالمرض عقب عودته من إيران مؤخرا، وبذلك ترتفع الحصيلة إلى 10 وفيات في عموم العراق. أعلنت الحكومة الفلسطينية تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد بذلك إلى 38 حالة. وأضافت الحكومة الفلسطينية أن الحالات الجديدة ظهرت في بيت لحم بعد فحص 35 شخصا، مشيرة إلى أن الحجر الصحي المنزلي في فلسطين وصل إلى 6429 حالة.
أعلن وزير الصحة الكويتية باسل الصباح شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا في الكويت، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي شفيت إلى 7 حالات. كانت الصحة الكويتية أعلنت ارتفاع مصابي الفيروس إلى 100 بعد تسجيل 20 إصابة جديدة تتضمن 15 حالة من الموجودين بالحجر الصحي مرتبطة بالسفر إلى إيران. وفي البحرين أعلنت وزارة الصحة تعافي 16 حالة إضافية من فيروس كورونا ل 11 مواطنا بحرينيا ومواطنين من السعودية ومصر والمغرب واليونان. وأوضحت الوزارة أنه تقرر إخراج الحالات بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدة أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص بما يحفظ صحة وسلامة الجميع. ذكرت وسائل إعلام أمريكية تسجيل 50 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، وأشارت إلى أن الإصابات التي تم تسجيلها جراء الفيروس بلغت 2340 حالة. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن بالأمس حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة الفيروس. أعلنت السلطات الإسبانية تسجيل 1500 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد، ليصل مجموع الإصابات إلى 5700 حالة للإصابة. وكانت مدريد قد أعلنت حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة الفيروس، كما قامت بإغلاق جميع المدارس والجامعات في البلاد بسبب المخاوف من انتشاره. هذا وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 97 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات 24 الماضية. وقالت الوزارة في بيان إن عدد الوفيات جراء الفيروس وصل إلى 611 حالة، مشيرة إلى أن الحصيلة العامة للمصابين ارتفعت بواقع 1365 حالة لتصل إلى مستوى 12729، بينما بلغ عدد المتعافين 4339 حالة. أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي إغلاق حدود بلاده مع فنزويلا وفرض قيود على دخول الأجانب القادمين من أوروبا وأسيا على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد. وأشار دوكي في تغريدات نشرها اليوم عبر تويتر إلى أن الحدود مع الإكوادور ستبقى مفتوحة كما كانت عليه سابقا، مع تنفيذ مراقبة دائمة ومنسقة بين السلطات البلدين. وحتى الوقت الحالي سجلت في كولومبيا 16 إصابة بالفيروس، فيما تم رصد حالتين فقط في فنزويلا و23 مصابا بالإكوادور. هذا وتعتزم الحكومة البريطانية سن قوانين للطوارئ هذا الأسبوع لحظر التجمعات العامة في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وذكرت مصادر في الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يواجه ضغوطا في الوقت الراهن لتطبيق بعض الإجراءات الصارمة المطبقة في بلدان أوروبية أخرى لإبطاء انتشار الفيروس. من جانبها قالت وسائل إعلام بريطانية أن حظر التجمعات العامة قد يسري اعتبارا من مطلع هذا الأسبوع، وقد يؤثر على بعض أحداث مثل بطولة ويمبلدون للتنس وسباق الخيل المعروف بالسباق الوطني الكبير. ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الفلبين إلى 8، فيما قررت السلطات فرض حظر تجول خلال ساعات الليل في منطقة مترو مانيلا للحد من تفشي الفيروس. وأعلنت هيئة تنمية العاصمة مانيلا أن محلات السوبر ماركت والبنوك ستبقى مفتوحة. وبلغت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الفلبين حتى أمس الجمعة 64 حالة. هذا وكشفت بيانات نشرتها لجنة الصحة الوطنية بالصين أن عدد حالات الإصابة الوافدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي تجاوز عدد الإصابات المحلية بالمرض لأول مرة. وأكد بر الصين الرئيسي اكتشاف 11 حالة إصابة جديدة بالأمس مقارنة مع 8 حالات يوم الخميس، لكن 4 منها فقط كانت محلية وجميعها في إقليم هوبي الذي كان بؤرة تفشي الفيروس. وتشير هذه الأرقام إلى أن الصين تواجه الآن تهديدا أكبر من حالات العدوى الوافدة من الخارج، وأن تواصل إبطاء انتشار الفيروس على المستوى المحلي. أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ دعم بلاده لجهود إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران في مكافحة فيروس كورونا. وشدد الرئيس الصيني على أن حكومة بلاده على استعداد للتعاون مع روما وسول وطهران لحماية شعوب هذه الدول واحتواء انتشار الفيروس.
أعلن التحالف الدولي لمواجهة داعش إصابة 3 من جنوده في هجوم صاروخي على قاعدة التاج العسكرية في العراق. وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل مايلز بي كاغنيس أنه تم سقوط ما لا يقل عن 25 صاروخا عيار 107 مليمترات على قاعدة التاج العراقية التي تستضيف قوات التحالف. قال الجيش العراقي إن على القوات الأمريكية والقوات الأجنبية الأخرى سرعة الانسحاب من البلاد وفقا لقرار البرلمان. التصريحات العراقية تأتي بعد استهداف قاعدة التاجي شمال بغداد والتي تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ب 33 صاروخا، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع. وأشار الجيش العراقي إلى أن الهجمات الصاروخية أدت إلى وقوع مصابين بين عناصره. تصعيد جديد على الأراضي العراقية في ظل القصف المتبادل بين الولايات المتحدة والفصائل الموالية لإيران، الأمر الذي حول العراق إلى ساحة حرب بالوكالة. القصة بدأت مع تعرض قاعدة التاج العسكرية شمالي العاصمة بغداد إلى قصف بعشرات الصواريخ، ما أدى إلى مقتل جنديين أمريكيين وآخر بريطاني، ليكون هذا الهجوم نقطة تحول في المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. ولم يتأخر الرد كثيراً، حيث استهدفت مقاتلات أمريكية مواقع عسكرية عراقية يستغلها حزب الله العراقي والحشد الشعبي كمخازن أسلحة ومقرات للتدريب، وأدت بحسب قيادة العمليات العراقية المشتركة إلى تدمير البنية التحتية ومخازن الأسلحة في المواقع المستهدفة. وأثارت هذه الضربات غضباً كبيراً، حيث اعتبرتها الخارجية العراقية عدواناً على السيادة، واستدعت على أثرها السفيرين الأمريكي والبريطاني للاحتجاج. وبحسب وسائل إعلام أمريكية، خول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البنتاغون بالرد على استهداف مصالح التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في العراق. وكشف قائد القيادة الوسطى بالجيش الأمريكي كينيث ماكنزي عن إرسال حاملتي الطائرات هاري ترومان وأيزنهاور إلى الشرق الأوسط للدفاع عن المصالح الأمريكية. ويرى مراقبون أن الهجوم ضد قاعدة التاج العسكرية التي تضم قوات أمريكية جاءت في وقت يعاني العراق فيه من تحديات سياسية واقتصادية ضخمة في ظل استقالة الحكومة وعدم تكليف بديل لها، وفشل بغداد في كبح جماح الفصائل الموالية لإيران. حذرت إيران من أن الولايات المتحدة ستتحمل عوائق أي عمل غير مسؤول تقوم به ضد طهران. وأشارت الوزارة الخارجية الإيرانية إلى أنها طالبت السفير السويسري راعي المصالح الأمريكية في أهران بنقل هذا التحذير إلى واشنطن، موضحة أنها سلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اتهم فيها طهران بالوقوف وراء الهجوم على قاعدة التاج في العراق. رحب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتاريش بإعلان تشكيل الحكومة الانتقالية بجنوب السودان، داعيا القادة السياسيين إلى إعطاء الأولوية لتنفيذ ترتيبات المرحلة الانتقالية. كان رئيس جنوب السودان سيلفا كير مياردت قد أعلن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية بتعيين 35 وزيرا اتحاديا إلى جانب 10 نواب للوزراء يمثلون جميع فروقاء جوبا الموقعين على اتفاقية السلام المنشط. هذا وقال مصدر عسكري يمني أن قوات الحوثي فجرت مقر نقطة المراقبة الخامسة والواقعة في شرق مدينة الحديدة في الساحل الغربي لليمن. يأتي تفجير النقطة بعد يومين من انسحاب ضباط الارتباط من جميع نقاط المراقبة، وأعلن الفريق الحكومي تعليق عمله احتجاجا على عمليات قنص استهدفت عناصره. تواصل تركيا السماح للاجئين بالتوجه إلى الحدود اليونانية لليوم 16 على التوالي للضغط على الاتحاد الأوروبي. في الجهة المقابلة يواصل حرس الحدود اليوناني تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة، ونصب مؤخرا حاجزا من الأسلاك الشائكة أمام بوابة إحدى البوابات الحدودية، كما بدأت السلطات اليونانية ببناء جدار من الإسمنت أمام البوابة الحدودية فضلا عن تعزيز الأسلاك الشائكة الموجودة على ضفة نهر مري.
بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة سفير رياض منصور بثلاث رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول استمرار تدهور الوضع على الأرض في فلسطين المحتلة. ودان منصور موافقة إسرائيل على خطط لبناء 1739 وحدة استيطانية أخرى في عمق الضفة الغربية المحتلة، واعتبر أن هذه الموافقة من شأنها أن تقوض حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967 وتقضي على أي أفق لإحلال السلام. حذر الاتحاد الأوروبي اليوم من العواقب الوخيمة لتطورات الموقف في عدد من المناطق في الصومال، كما أوضح المتحدث الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بورل أن الحوادث الأخيرة على الحدود بين كينيا والصومال أدت إلى حالة من عدم الاستقرار وسقوط ضحايا، وشدد على ضرورة التعاون الكامل بين حكومة الصومال ودول الاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين لتسوية الأزمة الصومالية. نشر الأمن الفرنسي الآلاف من أفراده في أنحاء وسط العاصمة باريس، حيث تحدت حركة السترات الصفراء المناهضة للحكومة حظر التجمعات العامة الذي يهدف للحد من انتشار فيروس كورونا. كانت الحكومة الفرنسية قد حظرت جميع التجمعات غير الضرورية التي يشارك فيها أكثر من 100 شخص. أعلن وزير الزراعة السيد القصير عن بدء تفعيل منظومة الحيازة الإلكترونية كارت الفلاح في محافظتي الشرقية والبحيرة اعتبارا من الغد، وذلك بعد أن تم الانتهاء من ميكنة جميع الجمعيات بالمحافظتين والبالغ عددها 1183 جمعية. وأشار وزير الزراعة إلى أن المنظومة تسهم في توفير قدر كبير من الشفافية والحوكمة وضبط منظومة توزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. صرح وزير الإسكان عاصم الجزائر بأنه تم وجاري مد وصلات المياه والصرف الصحي للأسر الأكثر احتياجاً بعدة مناطق بمحافظة المنيا بتكلفة تتجاوز 7 ملايين جنيه. وأوضح الجزائر أنه تم تكليف القطاع المالي والتجاري بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا بتسهيل إجراءات توصيل خدمات المياه والصرف الصحي للأسر الأكثر احتياجاً. أعلنت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل أن حكومتها مسلحة مالياً بصورة جيدة لمواجهة العواقب الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا. وخلال لقاء مع الاتحادات الاقتصادية والنقابات بمكتب المستشارية، أكدت ميركل أن السلطات الألمانية ستقوم بكل ما هو ضروري للعمل على استقرار الاقتصاد خلال هذا الموقف المتأزم، مضيفة أن البلاد نفذت عملاً اقتصادياً جيداً خلال الأعوام الماضية وأن الاحتياطات المالية متوفرة الآن. وكانت الحكومة الألمانية قد طرحت حزمة شاملة لتلبية معونات لحالات تعثر السيولة المالية لبعض الشركات المتضررة، وقالت الحكومة أنها تعتزم رصد نصف تريليون يورو لدعم الشركات المتضررة عبر برامج قروض غير محدودة. رياضيا، توج محمد الشربجي المصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش ببطولة كناري كلاسيك التي استضافتها لندن. هذا وفاز محمد الشربجي في المباراة النهائية على مواطنه
علي فرج بثلاثة مجموعات مقابل مجموعة في مباراة استغرقت 79 دقيقة. بهذا الفوز ابتعد محمد الشربجي بصدارة تصنيف العالم للسكواش بعدما كان علي فرج قد قرب فارق النقاط عقب تتويجه مؤخرا ببطولة ويندي سيتي. Chance. He's gone for it. Yeah, it comes back though. Shibagi's bounding around again. This is where his another release of adrenaline's going in. He's looking strong on the ball. He's walloped the tin. Shibagi's done it. Shibagi's done it. Ali Farag walloping the tin. Mohamed El Shibagi managing to stave off a fifth game. I don't think he'd have been able to do the fifth game in terms of this quality, but it doesn't matter. Because he manages to convert 15-30. مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام هذه الجولة الإخبارية. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا وإلى اللقاء.